تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي الـ IoT Applications دي هتتعمل، هتتقدم ازاي. سواء بقى فايبر او ADSL او 3G او 4G، دي بنسميها الكارير نتورك. الابلكيشن نيبلنج بلاتفورم شغلته بقى يحل لك كل التشالنجز دي ويديها لك بطريقه جاهزه، بحيث البروجرامر يركز في ايه؟ يركز في هي الديفايس دي بتبعت داتا نوعها ايه؟ ازاي الاي او تي ممكن تقدم لنا حلول جديده لمشاكل تقليديه؟ وازاي ممكن تورينا حلول جديده لمشاكل ما كانتش موجوده قبل كده؟